اليوم تم الاسترسال في مناقشة القضية المتعلقة بقضية الدكتور التازي والمعاهد. أنا أؤازر وأنوب الدكتور التازي، أنوب عليه وأؤازره، وكذا عبد الرزاق التازي، وهم اليوم نشكرهم. اليوم لثاني مرة أتكلم كهيئة الدفاع، أبرزت في نظري ومن وجهة نظري بعض المسلمات الواقعية وبعض المسلمات الإجرائية المرتبطة بالقضية. يعني ليس جزافا هكذا، وإنما كان جاءت في السياق، كان من الضروري أن أقولها لأنفذ إلى أن الدكتور التازي غير محتاج، الدكتور التازي غير مفلس، غير مضطر إلى اللجوء إلى محسنين، وأقول من هذا من منباركم هذا أحسن الله إليهم. الإحسان هو من شيم المغاربة، ورث ذلك كابر عن كابر، ولكن الحمد لله الدكتور التازي ليس محتاجا لأن يلجأ إلى الاستعانة بمحسنين حقيقة، جواب تلقائي في ظروف معينة لا علم له بهم إطلاقا، وأحسنوا وتم الثواب لهم في الدنيا والآخرة، ولكن فقط أن أؤكد فقط أن الدكتور التازي ليس مضطرا لأن يلجأ إلى هذه المسألة هذه، ويطالب محسنين من أجل دفع مثلا مقابل طبيب عن مرضى معوزين، لأنه لسه محتاج، واعتاد خلال 16 سنة من العمل الجاد والكاد وخلال 24 ساعة على 24 ساعة في مصحته الثلاثة بما في مصحة الشفاء، أن يعني أن يقوم بتدبير أموره خاصة بالنسبة للمعوزين. كان اللي ما عندوش إما يخلص اللي كتب الله ولا يخلص النص ولا يعفيه، ما عمري جاء شيء محسن على الإطلاق، وبالتالي لا مجال للقول بأن هناك خصاص بالنسبة له وضرورة لجوئه إلى محسنين، وبالتالي وقع فيما وقع من تجار البشر. هل النزيلة هذه هناك شهود استمع إليهم، ولا وجود للضحية بالمفهوم القانوني. الضحية عندنا احنا كممارسين لابد أن يتقدم بمطالب مدنية ويؤدي المبلغ الجزافي ويطلب التعويض عن الضرر اللي لحقه. احنا في هذا الملف هذا ما كاينش ضحية على الإطلاق، كاين شهود أرضأت المحكمة الاستماع إلى بعضهم، هما مجموعة 27 وزيد عليها 16 هي تقريبا واحد المجموعة 40 كذا 40 44 ولا أرضأت استدعائهم، حضر منهم أربعة استمع إليهم ودونت يعني تصريحاتهم بمحضر الجلسة، ولم يطالبوا على الإطلاق بتعويض، ولم يتنصبوا طرفا مدني. محضر ضابط القضية تم إبطال الاستنتاج والخلاصة ديالو بمقتضى قرار ديال هذه الهيئة النيت المحكمة، وبالتالي ناقشنا هذه المسألة في جلسة سابقة من أنه ينبغي الانطلاق مما رجع أمام المحكمة من مناقشات من أسئلة وأجوبة للمتهمين، وشكراً.